بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي أحد النباتات الشوكية التي تعيش في جزيرة العرب. طبعا هذه النباتات منتشرة بنسب كبيرة جدا في منطقة البادية، وممكن تتغذى عليها مجموعة كبيرة من المخلوقات مثل الجمال وغيرها من المخلوقات الضخمة التي تعيش في الصحاري. وأيضا هذه من النباتات يعني التي تتحمل درجات حرارة، تقريبا تتحمل درجة حرارة ما يوازي 50 درجة مئوية، وأيضا تتحمل درجة البرودة بنسبة كبيرة جدا ما يوازي 10 إلى 5 تقريبا درجة حرارة، وأيضا ممكن تتحمل درجة حرارة 0 أيضا. طبعا أيضا هذا من النباتات التي تتحمل الجفاف ونسبة ارتفاع يعني قلة التصحر بسبب يعني قلة المياه وعدم انتشار المياه بنسبة كبيرة جدا في المنطقة. طبعا درست هذا النبات واكتشفت مجموعة كبيرة جدا من المخلوقات الدقيقة مثل الميكروبات، الطفيليات، بكتيريا، فطريات، فيروسات، ممكن تعيش فيها فيروسات أيضا. والشوك هذا ممكن يسبب أمراض كثيرة جدا على حسب وجود الميكروبات أو المادة الزيتية الداخلية داخل الشوكة. طبعا هذه تتميز بأنها لديها أوراق خضراء وسمينة وممتلئة داخلها بسوائل. طبعا كلنا نعرف أن هذه السوائل عبارة عن سوائل مائية بسبب عدم فقدان بسبب قلة المياه المتواجدة في تلك المنطقة، مما تؤدي إلى تطور كبير جدا في هذه الفصائل. طبعا هذه الفصيلة تحتفظ بالمياه داخل الأوراق وداخل السيقان. طبعا هذا من النباتات يعني المنتشرة في محافظة الأحساء. طبعا درست الطفيليات، الميكروبات، الديدان التي تعيش داخل الأنسجة مثل ما تلاحظون، راح نقربها للكاميرا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في عينة جديدة في مختبري إن شاء الله.